السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شباب الصف الثاني الثانوي، أهلا ومرحبا بكم. إن شاء الله جميعا دايما بخير يا أولاد وبأحسن حال. طيب، لو أول مرة حضرتك تتابعنا، مش هوصيك بقى على طول روح اشترك في القناة، والاشتراك يا مستر إن حضرتك هتشترك وتفعل زر الجرس عشان بينزل كونتنت كتير على القناة وحضرتك تكون أوير ومختص بالكونتنت اللي يهمك. طيب، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. صح معايا؟ طبعا ده الفيديو التاني اللي احنا بنسجله لتانية ثانوي. المفروض ان احنا حلينا في الفيديو اللي فات يا مستر لحد السؤال رقم 22. خلاص، دلوقتي هنبتدي من اول رادر فورد موديل. يبقى احنا دلوقتي هنبتدي من اول رادر فورد موديل يا مستر، ونبتدي بسؤال رقم 23 اللي هو 23. يلا نقول بسم الله بسم الله. بيقول لك ايه؟ بيقول لي الميتال شيت يوزد ان رادر فورد اكسبيرمنت از لايند وذ لاير اوف الايه. طبعا احنا الميتال شيت عملنا له كفرد بالزنك سلفايد. زنك سلفايد يا مستر عباره عن زد ان اس. خلاص، طبعا كل الكلام ده غلط، مفيش غير نمبر دي هي المظبوطه. سؤال دايركت مباشر، مفيش فيه اي افكار خالص. اللي بعده، مين هو الساينتست اللي استخدم الراديو اكتيفيتي فينومينون in identifying the composition of the atom؟ مين أول واحد يستخدم الراديو أكتيفيتي يا مستر؟ هترد وتقول لي راذرفورد. هل دالتون استخدم راديو أكتيفيتي؟ لا، تومسون، ده الكاثود راي. خلاص، وعارفين بقى الاكسبيرمنت بتاعتنا. طب بور يا مستر؟ لا مش بور. أمال مين اللي استخدم الراديو أكتيفيتي؟ هو راذرفورد بمساعدة جايجر ومارسدين. طيب، الاثنين طبعا علماء اللي كانوا شغالين معاه في الاكسبيرمنت دي. راذرفورد ثيوري بروفد فور ذا فيرست تايم ذات ان الاتوم ايه. خد بالك، قبل راذرفورد كان عندي مين؟ هتقول لي تومسون. تومسون كان بيقول ايه؟ كان بيقول ان الاتوم سوليد. حصل ولا ما حصلش؟ هتقول لي حصل. اول ما جه بقى راذرفورد عمل ايه؟ هتقول لي يا مستر غير الكونسبت خالص. طب هل بقى ان هو قال لي الفيرست تايم ان الاتوم انديفيزيبل؟ يا راجل، ده ارسطو قال ان هي انديفيزيبل يعني انديفايدبل، فالكلام ده غلط. طب هل ان هي الكتريكال نيوترال؟ برضو الكتريكال نيوترال ديت منشند للفيرست تايم في تومسون. خلاص، يبقى البوستيريت بتاع تومسون قال ان هي الكتريكال ايه؟ نيوترال، فالكلام ده برضو غلط. لا، انا عايز بروفد راذرفورد ثيري بروفد ان الفيرست تايم الاتوم مالها كونتين فاست سبيس، ان هي موست اوف الاتوم از امتي سبيس. ايوان، هي دي بالظبط. انما سوليد لا طبعا، احنا قلنا سوليد ده كان ايه؟ كان اللي قبله. خلاص، يبقى كلمة سوليد ديت كانت تخص تومسون. طب يلا اللي بعده. Which of the following observation بتوضح ال invalidity of the claim that ان الاتوم از سوليد؟ مين في دول اللي بقى يعني بيوضح عدم صلاحية المفهوم اللي بيقول ان الاتوم سوليد؟ خلاص، as presumed by ايه بقى؟ as presumed يا مستر by both تومسون اند دالتون. هقول لك تعالى، هل الديفيشن بتاع سام الفا هو معنى ان حصل ديفيشن لسام الفا؟ ده معناه بيثبت ان اللي هو الكليم بتاع تومسون وبتاع دالتون ان الاتوم سوليد؟ لا طبعا. امال معنى ان هي ديفيتد يعني عدت؟ معنى ان هي ديفيتد يا مستر معناه ان هي حصل لها، تقول لي عدت، بس هو لا هو ده اللي بيفسر الكليم ان هي سوليد؟ لا مش هو ده. طب هل البنتريشن اوف السمول فراكشن وفي الالفا بارتكل ابان كوليجن ويز الجولد فويل، هل ان حصل بنتريشن اختراق لسمول فراكشن؟ يعني هو السمول فراكشن ده هو اللي هيعرفني ان هي الاتوم مش سوليد؟ برضه لا. طب هل الريفليكشن بتاع السمول برسنتج ان حصل ارتداد؟ برضه لا يا مستر. امال لما حصل فلاش على السنسيتيف بليت بيهايند الجولد فويل افتر فولينج اوف الالفا بارتكل ايه اون ات؟ صح ولا مش صح؟ يبقى لما حطينا الجولد فويل اهو، ايه اللي حصل يا مستر؟ هتقول لي حصل فلاش على السنسيتيف بليت هنا اهو بيهايند الايه الفويل بتاع الجولد فويل. هو ده بالظبط اللي عرفنا ان الاتوم مالها، ان الاتوم نوت سوليد. فهمنا اللعبه؟ يبقى اول كلام خالص، هو اول حاجه خالص في راذرفورد حصلت اللي هي الابيرنس اوف الفلاش على السنسيتيف بليت. انما الديفيشن وبنتريشن سمول، هي بنتريشن صح على فكره بس مش سمول فراكشن، ده كلها، ده موست اوف الالفا بارتكل ايه بنتريت. خلاص، اذا يبقى الرايت تشويز يا مستر هنا هيكون نمبر، هتقول لي نمبر دي. خلاص كده. طيب يلا سؤالنا اللي بعده، نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بيقول لي ان ذا اكسبيرمنت ويتش از illustrated ان ذا اوبزيت فيجر. تعال نبص، دي طبعا ايه الاكسبيرمنت بتاع تومسون. حلو، انت اسف بتاع راذرفورد. وات داز ذا باث اوف ذا ري اكس انديكيت؟ تعال نبص على الري اكس، ماله؟ مش دي الجولد فويل؟ بص الجولد فويل كده، شد خط من هنا اهو، اهي دي الجولد فويل. مالها بقى؟ بص اللي عدى الناحيه الثانيه ده حصل له ديفييت، انما اللي هنا اكس ده حصل له ايه؟ حصل له ريفليكت. يعني ايه؟ اهو يبقى ده ريفليكت. طالما ريفليكت يبقى انعكس، حصل له باونسنج اوف.
حلو كده، حلو. هو بيقول لك بقى وات داز ان الباث اوف الاكس راي انديكيت، ده بيانديكيت ايه؟ هل معنى ان حصل ريفليكشن ان في دنس بارت ان الاتوم اند موست اوف الاتوميك ماس از كونسنتريتد ان ات، ولا البريزن اوف نيجاتيفلي تشارج بارتيكل ريفولفينج اراوند السنتر اوف الاتوم، ولا البريزنس اوف البروتون انسايد الاتوم، ولا الاتوم از نوت ا سوليد بارتيكل؟ صلي لي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. احنا قلنا في الريفليكت ماله، قلت لك ايه بالاخص اللي يخص كلمه الريفليكت دي يا مستر؟ هتقول لي اول حاجه اه احنا قلنا على الاذر سايد، صح ولا مش صح؟ خدها بالترتيب بقى، مش احنا قلنا الاذر سايد؟ قلت لي اه. طب بعد الاذر سايد انا قلت لك ايه؟ قلنا يا مستر هيكون في دنس ايه؟ في دنس بارت، يعني يبقى في دنس بارت اه في الاتوم، هو ده الدنس بارت اللي هي النيوكلاس، هي دي اللي عملت الباونسنج ايه، هي دي اللي تسببت في الباونسنج اوف. وصلت؟ يبقى الاجابه يا مستر هتقول لي الاجابه نمبر ايه، وطبعا احنا عارفين ان الدنس بارت دي النيوكلاس وموست اوف الاتوميك ماس كونسنتريتد ايه انسايد النيوكلاس. انما هل وجود نيجاتيفلي تشارج؟ ما اتكلمناش اصلا على الالكترونات خالص. طب هل في وجود بروتون انسايد الاتوم؟ عشان الاتوم جواها بروتون، هي كده كده النيوكلاس كومبوز دي من الايه، من البروتونز، بس ما كانش تم اكتشاف الكلام ده وقتها. خلاص هو اكتشف ان في نيوكلاس، اذا ده غلط وده غلط، وطبعا مش سوليد، استحاله تبقى سوليد. طب اللي بعده، ان راذرفورد اكسبيرمنت الديفليكشن، يلا اهو حصل ايه، حصل ديفليكشن انحرافات اوف سمول فراكشن اوف الالفا بارتيكل، بيوضح ان الاتوم كونتين ايه. طالما حصل ديفليكشن يعني انحرافات، معناها ان الاتوم جواها حاجه ليها تشارج نفس التشارج بتاعت الفا ايه، بتاعت الفا بارتيكل، عشان كده وهي معديه من جنبها حصل لها ديفليكت. خلاص، لذلك هل هتكونتين الكترون؟ لا طبعا. طب هل هتكونتين بروتون ولا نيوكلاس؟ هاخد بالك ايه، احنا قلنا هل تم اكتشاف البروتون وقتها ولا هو قال ان في نيوكلاس؟ هتقولي تتكلم عن الاتوم وتكلم على النيوكلاس وتكلم على الالكترون، حصل ولا ما حصلش؟ حصل. يبقى بروتون لا، امال نيوكلاس يا مستر، اوعى تقع فيها بقى. خلاص، طيب نيوترونز؟ لا طبعا ما كانش برضو اتكلمنا على النيوترون ولا تم اكتشاف النيوترون وقتها. الجولد فويل اكسبيرمنت which was carried out in Rutherford lab، مالها؟ هل كونفيرمد ان تومسون اتوميك ثيوري؟ هل دي بتكونفيرمد تومسون اتوميك ثيوري؟ لا طبعا، امال دي ده عكست خالص، قال الكلام اللي قاله ده كله هاتش انكلود. طيب ايه ذا بيز فور دالتون ثيوري؟ هل هي دي البيز لدالتون ثيوري؟ ما هو دالتون وتومسون الاثنين كانوا بيتكلموا في ايه؟ في سوليد، دول كانوا ماشيين كده، جه راذرفورد قال لهم الطريق من هنا، هي مش سوليد اصلا، هي مالها؟ هي موست اوف الاتوميك فوليوم از امتي سبيس. طب هل ليد تو ديسكفرنج ذا نيوكلاس اوف الاتوم؟ ايوه دي صح. ليه؟ مين اللي ديسكفر النيوكلاس؟ راذرفورد، عن طريق الجولد فويل. امتى؟ لما حصل ايه بقى؟ حصل ديفييتد ديفييشن وحصل ريفليكشن. خلاص كده. طب هل انتل يوزنج ا سورس اوف البيتا بارتيكلز؟ لا طبعا، هو ما استخدمش سورس اوف البيتا ايه، اوف البيتا بارتيكل. خلاص، يبقى اذا الرايت تشويز يا مستر هتكون نمبر سي. يلا سؤالنا اللي بعده، which of the following postulates belongs to Rutherford model؟ موديل مين في دول بيلونج لرذرفورد but not تومسون؟ حلو، يبقى هو ايه، بيلونج لرذرفورد بس ملوش علاقه بتومسون. يلا بينا. اول حاجه ايه يا مستر؟ بيقول لك اذ ان الاتوم از اسفير اوف اليونيفورم بوزيتيف الكتريك تشارج، هي الاتوم عباره عن سفير اوف اليونيفورم بوزيتيف الكتريك تشارج، ولا الاتوم كونتين نيجاتيفلي تشارج الكترون، ولا الاتوم كونتينز ابوزيتيفلي تشارج بوزيتيفلي تشارج نيوكلس، ولا الاتوم از الكتريكلي نيوترال؟ صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اقول لك هو راذرفورد ماله، اكتشف ايه؟ هتقول لي اكتشف النيوكلس، صح ولا مش صح؟ هتقول لي صح. يبقى اكتشف ان رقم واحد الاتوم موست اوف الاتوميك فوليوم امبتي سبيس. طب والنيوكلاس يا مستر؟ فيري تايني، وموجوده في السنتر بتاع الاتوم. مظبوط ولا مش مظبوط؟ يبقى هل بقى البوستيوليت اللي بيلونج راذرفورد ومش تومسون ان الاتوم سفير اوف اليونيفورم بوزيتيف الكتريك تشارج؟ لا. طيب ليه؟ ما هو الحاج تومسون قال ايه عن الاتوم؟ قال ان هي يونيفورم من الايه؟ سفير من اليونيفورم وجواه بوزيتيف ونيجاتيف تشارج والكتريكال نيوترال، فمش هو ده. طب هل ان الاتوم كونتينز نيجاتيفلي تشارج الكترون؟ برضه لا. ليه؟ ده مش بتاع راذرفورد، الاتوم كونتين الكترون ده تومسون، وانا عايز ايه، بيلونج لراذرفورد لكن مش بيلونج لتومسون. طب الاتوم كونتينز بوزيتيفلي تشارج نيوكلاس؟ ايوه، هي دي اللي تخص مين؟ هي دي اللي بتاعت راذرفورد. طب هل الاتوم الكتريكال نيوترال؟ الاثنين على فكره، راذرفورد وتومسون الاثنين مع بعض قالوا ان هي الكتريكال نيوترال، فدي ما تنفعش. وصلت؟ طيب سؤالك اللي بعده، في الرذرفوردز اكسبيرمنت الريشيو اوف ذا نمبر اوف البينتريتنج الفا بارتيكل، خد بالك ايه، انا عايز الريشيو نسبه ما بين ايه، البينتريتنج يعني ايه بينتريتنج، اللي عدوا خلاص تو الالفا بارتيكل ويتش باونس باك، واللي رجعوا. مش احنا قلنا على اللي رجع قال ايه؟ قال فيري سمول
ايه يا مستر؟ برسنتج. صح صح واللي عدى قال في سمول فراكشن، صح ولا مش صح؟ هتقولي صح. هنا فيري سمول برسنتج، نسبه قليله قوي قوي قوي، وهنا سمول فراكشن جزء صغير. اذا مين الاكبر؟ بص هنا كلمه فيري سمول، هنا سمول، دي لوحدها تكفي خلاص، يعني دي حاجه صغيره دي حاجه ايه كبيره. فهو عايز دلوقتي اجيب له ريشيو صح ما بين ايه، ما بين البنتريتنج يبقى حاجه كبيره تو الالفا بارتكل ويتش باونس دي حاجه صغيره، يبقى انا هعمل ايه، هعمل ديفايدنج حاجه كبيره اوفر حاجه صغيره، تبقى مور ذان ايه، هتقول لي مور ذان 1. طب افرض العكس، ايه العكس؟ انا قلت لك انا عايز الريشيو اللي ما بين الباونس باك للبنتريتد، يبقى تقول لي اهو صغير اوفر ايه الكبير يطلع بي ليس ذان 1. فهو بيقول لي هنا بقى هيكون ايه ماله، ماتش مور ذان 1 ليس ذان 1 ايكوال 1 ا ليتل ليس ذان 1. هل هو هيكون ليس ذان 1؟ لا. طب هل هو هيكون ايكوال 1؟ برضه لا. طب هو اقل من 1؟ برضه لا. يبقى هي دي الاجابه المظبوطه، ماتش مور ذان 1. فهمت اللعبه؟ ليه؟ ان هنا طلعت 2 وال2 طبعا اكبر من ايه، من 2. هتقولي طب انت ليه قلت 2 قلت 1؟ يعني كده كده دي حاجه للتبسيط بالنسبه لك، تقدر تستخدمها في اي سؤال زي ده، اي حاجه يقول لك اكبر زي من خليها 2، اقل خليها 1، وهكذا. يلا سؤالك اللي بعده. الساينتست هو ديزايند ذا فيرست اتوميك موديل اون ترايل بيسز، خد بالك اول واحد يديزاين فيرست اتوميك موديل على اساس تجريبي، هو راذرفورد. مين يا مستر؟ راذرفورد ده اللي وضح اول اتوميك موديل اون ترايل ايه، اون ترايل بيسز يا مستر. يجي لي واحد يسالني سؤال يقول لي ايه ده يا مستر، امال تومسون ده كان ايه؟ هقول لك تعالى بص هنا بيقول لك ايه، ديزايند الفيرست اتوميك موديل بتاعه على ترايل بيزز. يعني ايه؟ هو صمم الاتوميك موديل اللي قاله ببوستيلات بتاعته كلها على ايه، على الترايل بيزز. طب نيجي لتومسون، ماله عمل ايه تومسون؟ تومسون عادي اكتشف الكاثود ري اللي هي الالكترون، حلو قوي. هو اكتشف ايه بس؟ الكترون، صح صح، عارف ان هي حاجه فاندمنتال في الايه، في الاول سبستانسز، جميل جدا. قام الراجل عمل ايه؟ قدم بوستيلات اتكلم فيه عن الاتوم. انت اكتشفت اتوم يا اسطى؟ لا، ده انت حتى قلت عليها ايه، سوليد. هل بقى الترايل بيزز بتاعته هي اللي قدمت الموديل اللي هو اكتشفه؟ يعني هو صمم الموديل بتاعه على اللي هو اكتشفه؟ لا، دي بوستيلت، دي افتراضات من عنده. انما مين اول حد يقدمها على ترايل بيزز يا مستر؟ هيكون رادار فورد. وصلت؟ طيب الساينتست هو ديسكفرد ذات ان الالكترونز هاف نيجليجيبل ماس كومبيرد تو ذات اوف النيوكلس از ايه؟ برضه نفس الحته، الساينتست اللي اكتشف ايه يا مستر؟ ان الالكترونات ديت الماس بتاعتها نيجليجيبل بالنسبه لمين يا دكتوره؟ هتقول لي بالنسبه للايه؟ للنيوكلس. مش هو قال ان موست اوف الاتوميك ماس كونسنتريتد ان الايه؟ ان النيوكلس، وكده كده قال ان في الكترونات بتروتيت اراوند النيوكلس، وقال ان الاتوم عباره عن النيوكلس والالكترونات، صح؟ يعني اتكلم عليهم كلهم. بس جه عمل ايه للماس بتاعت الالكترون حتى في البوستيريت بتاعته؟ قال ان هو ليه نيجليجيبل ماس. ومين؟ هتقول لي رازرفورد. لو رجعت للبوستيريت بتاعت رازرفورد هتلاقي ان هو بيقول لك الالكترون ماله يا مستر؟ ليه نيجليجيبل ماس. هتلاقيه بيقول لك كده، نيجليجيبل ماس كومبيرت تو ذات النيوكلس، والتشارج بتاعته نيجاتيف ايكوال للايه؟ للنيوكلير بوزيتيف تشارج، وعشان كده بالنسبه له الاتوم الكتريكالي نيوترال. طيب رازرفورد موديل اوف الاتوم ماله؟ هل هو ريزنتلي ادابتد موديل اوف الاتوم، ولا اسيوم ذات ان الاتوم از سوليد؟ طبعا الكلام ده بلح، يعني اول حاجه تلاقي بلح على طول ايه، اوف. اكسبلين ذات اليونيك اتوميك سبيكترم اوف الديفرنت. هل هو اللي اتكلم على اتوميك سبيكترم؟ ده لسه موضوع بور، ده اللي جاي. هل اسيوم ذات ان التشارج اوف الالكترونز ايكوال التشارج اوف النيوكلس؟ يعني هو افترض ان التشارج بتاعت الالكترونات ايكوال التشارج بتاعت النيوكلس. هل الموديل بقى، هل هو ريزنتلي ادابتد موديل اوف الاتوم؟ هل الموديل بتاع رازرفورد ده يا ولاد هو اللي احنا شغالين بيه؟ ما لو اللي احنا شغالين بيه كنا وقفنا عند رازرفورد وخلاص ما كملناش، مظبوط ولا مش مظبوط؟ هتقول لي مظبوط، يبقى دي غلط. انما اسيوم ذات ان التشارج، الجمله دي مظبوطه. مش هو قال كده كده لسه قايلين ان الالكترون ليه نيجاتيف تشارج وايكوال البوزيتيف تشارج الانسايد النيوكلس؟ اذا يبقى هي دي الايه، هتقول لي هي دي الرايت تشويس. طيب افتر كارينج اوت رازرفورد اكسبيرمنت using a foil of gold and the alpha particle all the following were concluded except، كل ده تم استنتاجه ما عدا واحده، ال small size of the nucleus of the atom، ما دي تم استنتاجها، ال charge of the nucleus تم استنتاجها، ال atomic masses of the element، هل هو اتكلم على ال atomic masses بتاعه ال element؟ طب سيبها دلوقتي. ال movement of the electron around the nucleus، خد بالك بقى بيتكلم على ايه؟ الموفمنت بتاع مين؟ الالكترون اراوند النيوكلس. طب هو دلوقتي بالنسبه للجولد فويل اكسبيرمنت مالها يا مستر؟ تم اكتشاف ايه يا دكاتره؟ هتقول لي تم اكتشاف، او هو اتكلم عن ايه فيهم؟
من يعني كونكلود ايه الاكسبيرمنت اللي قلنا السمول سايز حصل فدي مش هنختارها، التشارج بتاعت النيوكلس حصل مش هنختارها. طب هل هو اتكلم جاب سيره اتوميك ماسز للاليمنت؟ لا. طب الموفمنت بتاع الالكترون اراوند النيوكلس هو قال ايه حاجه بسيطه عنها؟ قال ان النيوكلس والالكترون ريزيمبلز بي السولار سيستم، اذا هو اتكلم عنها بس هل هو دخل في التفاصيل؟ لا. فالموفمنت بتاعت الالكترون اراوند النيوكلس وقال كمان ان هو بيتحرك بحاجه اسمها تريمندس سبيد، يعني هو مستر بيتحرك بايه؟ بيترافل اراوند النيوكلس بتريمندس سبيد اللي هي السبيشال اوربت، خلاص كده. واتكلم بعد كده على الاتراكشن، ايه الاتراكشن فورس والسنترفيوجال فورس، لذلك دي تعتبر موجوده، تعتبر موجوده ما نختارهاش. انما ما جابش سيره الاتوميك ماسس خالص، الماس بتاعت الاتوم دي ما اتكلمش عليها خالص، خلاص. لذلك هتبقى هي دي الايه، هي دي الرايت تشويس. طيب وين ان الالفا بارتيكل اند الكاثود راي ار اكسبوزد للالكتريك فيلد؟ خد بالك الكتريك فيلد اهو، ادي الفيلد الالكتريك، هنا البوزيتيف بول يا مستر، هنا النيجاتيف بول. ايه الكلام؟ هات لي الفا، حاضر. الفا بوزيتيف ديفيتد توارد النيجاتيف، هات لي بيتا، ماشي. او هو ما عادش بيتا بقى ليه كاثود راي، كاثود راي يعني الكترون عادي نفس التشارج بالظبط، اول ما يجي يمر ده نيجاتيف صح، يروح توارد ايه البوزيتيف، اذا هنا الالكترون هنا الفا، الفا ديفيدد توارد الايه النيجاتيف وبيتا ديفيدد توارد البوزيتيف. هو بيقول لك ايه بقى؟ they move with the same speed، هل الاثنين هيمشوا بنفس السبيد؟ لا، احنا عارفين ان السبيد بتاعت الالكترون less than the speed of light والفا السبيد بتاعتها قليله، فهل الاثنين بنفس السبيد؟ لا طبعا. هل هاي باث ان الاوبوزيت دايركشن تو اتش اذر؟ الاثنين هيتحركوا في اتجاهين مضادين لبعض، وده راح في اتجاه وده راح في اتجاه، دي مظبوطه؟ مظبوطه طبعا، يبقى دي مظبوطه. طب هل الباث توجذر ان ذا سيم دايركشن؟ الكلام ده غلط. ار نوت افكتد؟ لا طبعا يافكت، عشان الاثنين تشارج بارتيكل، واحد بوزيتيف والثاني نيجاتيف. السؤال اللي بعده، اتش اوف ذا فولوينج از باست ان ذا الكتريك فيلد، الفا راي كاثود راي اجروب في النيوكلياي وفي الاتومز وفي الديفرنت اليمنت. طب تعالى واحده واحده، ماله يا مستر؟ لو انا عندي الفا مالها؟ هي الالفا لو مرت في الكتريك فيلد، هنا بيقول لك ايه بقى؟ which of the following express the path of 1 و 2 و 3 in this field. حاضر. 1 are deflected toward the positive pole، يعني الفا والكاثود راي وجروب من النيوكلياي، خد بالك مجموعه من النيوكلياي، النيوكلياي بوزيتيف وفي الاتومز of a different element، النيوكلياي يعني هنا بوزيتيف تشارج خلاص، والالفا بوزيتيف تشارج، طب والكاثود راي نيجاتيف تشارج. فهل بقى دي ار هو بيقول لك انا عايز اعرف الباث بقى 1 و 2، واحد اللي هي الفا يبقى دي كده الفا، اثنين اللي هي الالكترون كاثود راي، ثلاثه جروب اوف النيوكلياي يعني بوزيتيف تشارج برضه. السؤال بقى، هل الفا ار ديفليكتد توارد البوزيتيف بول؟ لا. هل ار ديفليكتد توارد النيجاتيف بول؟ ار ديفليكتد توارد النيجاتيف بول؟ ار ديفليكتد توارد البوزيتيف بول؟ لا. اذا الاجابه يا بي يا سي، حصل؟ تقول لي حصل طبعا. طب ما تيجي نشوف بقى، يلا هنا الالكترون ايه؟ هاي هل ديفليكتد توارد البوزيتيف بول؟ هاي ديفليكتد توارد ايه؟ توارد البوزيتيف صح. ما هو هو نيجاتيف يبقى ديفليكتد توارد البوزيتيف. طب تعالى نشوف هنا، هل بقى تيك ستريت باث؟ هل البوزيتيف هياخد ستريت باث ولا هيديفييتد توارد النيجاتيف؟ هيديفييت توارد النيجاتيف، يبقى دي غلط. اذا دول كده في واحده غلط، يبقى دي غلط. اذا دي الصح اهو، ديفليكتد برضه توارد البوزيتيف بول، زيها زي اللي فوق بالظبط. وهنا دي ار ديفليكتد توارد النيجاتيف بول عشان هي بوزيتيف، ايوان، يبقى هي دي الايه؟ الاجابه المظبوطه. سؤالنا اللي بعده، بعد ما نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، بذكرك لو ما كنتش عامل سبسكرايب بسرعه روح وقف واعمل سبسكرايب وفعل الجرس عشان تتابع الكونتنت الخاص بيك. طيب الفيلر بتاع رادرفورد اتوميك موديل از اتريبيوتد تو ذات ات didn't explain ايه؟ هقول لك تعالى، فشل رازرفورد في الاتوميك موديل ان هو ما قدرش يشرح الكيفيه اللي كان بي ايه، او السيستم اللي الالكترون بيريفولف بيه اراوند النيوكلس، يبقى سيستم ريفولفنج الالكترون اراوند النيوكلس هو ما اتكلمش عليه. فهو هنا بيقول لي بقى، هل النيتشر اوف الموفمنت اوف الالكترون اراوند ذا نيوكلس، يبقى الفيلر بتاعه ان هي طبيعه الموفمنت بتاعت الالكترون اراوند النيوكلس، ولا البريزنس اوف النيوكلس ان الاتوم؟ لا طبعا. هل البريزنس اوف الاتراكشن فورس ما بين البروتون والالكترون؟ لا طبعا، هو اتكلم عن الموضوع ده. هل البريزنس اوف السبيس ما بين النيوكلس والالكترون؟ برضو اتكلم عن الموضوع ده. اذا هي ايه يا مستر؟ هي اول واحده اللي هو ما قدرش يفصل طبيعه حركه الالكترون اراوند النيوكلس، يعني ما اتكلمش على انرجي ليفل. اشمعنى؟ لان هناخد بور بعد كده ولاد الدرس اللي جاي، العالم بور هو اللي اكتشف الايه؟ الانرجي ليفلز، وان في عندي 7 انرجي ليفل اللي هم الكي ال ام ان او بي والكلام او بي كيو والكلام ده كله، خلاص. فهو ده يعتبر الايه؟ الدروباك بتاعه. طيب يلا بينا سؤالنا اللي بعده، يلا يا مستر صل على النبي.
عليه افضل الصلاه والسلام. بيقول لك يا دكتور الكاثود راي تيوبز ماست بي تكون ايه بقى يا مستر؟ تكون ايديكيتد تو ا فيري لو بريشر. يعني ايه ايديكيتد ديت يا ولادي؟ يعني معناها نعمل ايه؟ معناها ان انا هخليها فاضيه، افضيها، يعني افضيها، اخلي اللو بريشر بتاعها قليل جدا جدا جدا. يبقى طالما ايفاكيويتد يبقى انت ايه لازم هتفضيها خالص. طب ليه بنفضيها؟ هقول له والله عشان الجاز. هو بيقول لي جيف ريزون بقى، هقول له ايه؟ لان الجاز تو كوندكت الالكتريسيتي لازم تكون ات سيرتين كونديشن، ومنها ان هي يكون ات فيري لو ايه؟ ات فيري لو بريشر. خلاص كده؟ وده راجع لان الجاز يا مستر مالها بتكون نوت conduct او doesn't conduct او do not conduct الالكتريستي under الاي under النورمال كونديشنز. يبقى من السويتابل كونديشنز اللي هي بتخلي الجاز يكوندكت الالكتريستي ان انت تخليه at very low pressure. خلاص، ولازم نعمل evacuated للايه؟ للجاز اللي موجود. طيب الحاجه الثانيه بيقول لي الكاثود ري ار تيرمد باي ذيس تيرم. ليه الكاثود ري سميناها بالاسم ده؟ هقول له والله عشان هي ايه؟ عشان هي عباره عن ستريم. هي عباره عن ايه يا مستر؟ ستريم من الايه؟ من الانفيزيبل ريز. السورس بتاعها ايه بقى؟ هتقول لي ده ستريم من الانفيزيبل ريز يا مستر. ايميتد من الايه بقى؟ هتقول لي ايميتد فروم الكاثود. طالما هي جايه من الكاثود فاحنا سميناها الكاثود ري. خلاص. طبعا في الديسشارج ايه؟ في الديسشارج تيوب. اللي بعده الفا ريز ار ديفييتد وين اكسبوزد تو الماجنتيك اور الالكتريك فيلد ان ان ذا دايركشن اوبوزيت تو ذات الكاثود ري. ليه؟ اقول له عشان الالفا ري هاف ا بوزيتيف ايه تشارج، ان الالفا دي بتكون ليها بوزيتيف تشارج، وايل ان الكاثود ري ده ايه؟ ده الكترون، فليه نيجاتيف ايه؟ ليه نيجاتيف تشارج. لذلك الاثنين لما نحطهم في ماجنتيك فيلد لازم يروحوا في دايركشن عكس بعض، في الاوبوزيت دايركشن لبعض. اللي بعده هي الميتاليك بليت ان رازرفورد اكسبيرمنت از لايند وذ الزنك سلفايد. ليه عملنا لها لايند او كفرد بالزنك سلفايد؟ عشان يا مستر تعمل فلاش او ايه؟ او جلو. خلاص، يبقى ليه الحته ديت هنقول كده؟ عشان الزنك سلفايد جلو وين ان التشارج بارتكل او الالفا بارتكل، الالفا بارتكل تعمل لها ايه؟ يحصل لها كوليجن وذ ات. يعني اول ما الفا كوليجن معاها بتبتدي تعمل جلو، فبنبتدي نحدد البوزيشن بتاعها ده رقم واحد، والنمبر بتاع الايه؟ بتاع البارتكل ده رقم اثنين. خلاص. طيب رازرفورد موديل اوف الاتوم ريزمبلز السولار سيستم. هو ليه الرازرفورد موديل؟ ليه الموديل بتاع الرازرفورد ريزمبل بالايه؟ بالسولار سيستم. اقول والله ان هو شبهه بالسولار سيستم بحيث ان الصن شبهها بايه؟ ريزمبل تو النيوكليس. نشرح الحته دي يعني. خلاص، والبلانتس مالها ريزمبلز تو الايه؟ الالكترونز، وهي بتروتيت في فيكسد اوربت عن طريق طبعا تو فورسز. ايه هي؟ الاتراكشن فورس اللي هي بتكون جوه، والسنترفيوجال فورس اللي هي بتكون بره. هي اهو بقى الحته بتاعت الفورس اهي. بيقول لك الالكترون دازنت فول ان انتو نيوكليس ديسبايت الاتراكشن بتوين ذيم. ليه؟ اقول له عشان بيكون في تو فورسز افكتد ايه على الالكترون. ايه هم؟ رقم واحد اتراكشن فورس ما بين النيوكليس وما بين الالكترون. طب والنوع الثاني اللي هي السنترفيوجال ايه يا مستر؟ يبقى السنترفيوجال فورس اللي هي قوه الطرد المركزي، وده الدايركشن بتاعها بيكون لبره. وطبعا الاثنين بيكونوا ايكوال قد بعض بس في الاوبوزيت دايركشن، في عكس الايه؟ عكس الدايركشن بتاعهم. طيب اللي بعده what happen when an amount of gas is pumped in the tube of the cathode ray. لو انت ايه اللي هيحصل لو في كميه من الجاز عملت لها بامبد في التيوب بتاعت الكاثود ري؟ هنقول مفيش كاثود ري هيحصل لها ايميتد. يبقى هنا نو emission او emitted to الكاثود ري. اشمعنى؟ اقول والله عشان الشرط بتاع عندي شرط مهم جدا ان هو يكون at very low pressure، ومعنى ان انت عملت بامبد ليها يبقى انت عليت الايه البريشر، اذا الكونديشنز مش سويتابل لعمليه الايه؟ لعمليه producing الكاثود ري. خلاص، فبالتالي نو كاثود ري يا مستر هيحصل لها would be ايه؟ would be emitted. خلاص، والجازز مش هيكوندكت الالكتريستي. اكسبلين، هو ده الاكسبلين بتاعنا. نيجي للي بعده ان الكاثود ري اكسبيرمنت وات هابن وين ان البلاتينيوم الكترود
البلاتينيوم الكترود هو ده سماه الكاثود. از ريبليسد باي الكترود اوف الكبر. اكسبلين برضه ايه اللي هيحصل يا مستر. انا اقول له ات سيرتين ات ذا سيم كونديشنز اللي هيحصل ان فيه هيحصل اميشن لمين؟ للكاثود ري. عادي جدا الكاثود ري يحصل لها اميشن. ليه؟ لان الكاثود ري دي حاجه فاندمنتال ان الاول سبستانس. يبقى الكاثود ري دي حاجه ايه يا مستر؟ فاندمنتال. خلاص كده يبقى دي حاجه فاندمنتال. يعني ايه؟ يعني برضو الكاثود ري هيحصل لها اميشن بنفس الشكل الطبيعي مفيش فيها اي مشكله. خلاص طب دي ممكن نقولها برضو ازاي؟ نقول ان هي ايه يا مستر؟ يعني not vary with the A with the nature of the cathode material. يبقى هي اصلا الكاثود ري من البروبرتي بتاعتها ان هي بتكون not vary with الكاثود material، يعني لا تتغير بتغير ماده الايه؟ بتغير ماده الكاثود. طيب يلا سؤالنا اللي بعده. In the shown diagram which illustrated Rutherford experiment, why is ray 1 bounced back؟ تعال نبص كده عليه. ادي ري 1 باونسنج باك، يبقى اذا هو كوليكت بايه بقى؟ حصل له كوليجن بايه؟ اكيد كوليجن بالنيوكلس، صح ولا مش صح؟ هتقول لي مظبوط. يبقى اول حاجه يا مستر يبقى نقول له هنا ديو تو ايه بقى؟ هقول له في بريزنس لي تايني بارت، والتايني بارت ده بيتميز بايه؟ هتقول لي بيتميز ان هو عنده هاي دينستي، يعني نفس الكلام بالظبط اللي كان موجود في الكتاب. هتقوله نصا، يعني امتى حصل باونسنج اوف؟ هتقول لي طالما في تايني بارت ويز هاي دينستي، يبقى في تايني بارت ويز هاي دينستي في الحاله ديت بيعمل ريبالشن اللي هو سماها ايه بعد كده؟ سماها النيوكليس. طيب وات از ذا انديكيشن اوف البنتريشن اوف الري 2 تو الجولد فويل وذاوت ديفيشن؟ فين 2 اهو، طالما عدى وذاوت ديفيشن ده بيانديكيت ايه؟ ده بيانديكيت ان الحاجه الثانيه ان موست اوف الاتوميك فوليوم ماله؟ is empty space. بس كده معظم الحجم الايه؟ الحجم او الفوليوم بتاع الاتوم عباره عن سبيس. خلاص empty space. طيب طب الحاجه الثانيه what is the indication of the deviation of ray y؟ برضو اللي هو التفسير اللي بعده. ايه التفسير اللي بعده يا مستر؟ ان هنقول بقى ايه؟ ان اللي في دنس بارت ان الاتوم، خلاص الدنس بارت بتاع الاتوم دي اللي هي النيوكليس هاف ذا سيم تشارج اوف الالفا ايه وفي الالفا بارتكل. يبقى بقى اللي تشارج يبقى عندنا كده دنس بارت اوف الاتوم هاف ذا سيم ايه ذا سيم تشارج اوف الايه الالفا، لذلك عمل ايه؟ عمل ديفيشن. خلاص طيب دي كلها على البوستيليت بتاعه الاكسبيرمنت بتاعتنا. تعالى يلا سؤالنا اللي بعده بيقول لك ايه. الاوبوزيت فيجر بيوضح رذرفورد اكسبيرمنت اهو. ويتش اوف الالفا بارتكل اي وبي وسي ويل فلاش ات ذا سيم بوزيشن بيفور اند افتر بليسنج الجولد فويل؟ في نفس البوزيشن اللي هتعدي دي هيحصل لها باونسنج اوف، دي هتعدي على استقامتها مفيش مشاكل، دي قريبه شويه هيحصل لها ايه؟ ديفليكشن. اذا مين اللي عدي بي؟ ما نرد نقول له نمبر بي. خلاص هي دي اكسبلين يور انسر. هنقول له يا مستر عشان البي ديت مالها؟ دي باثز ان الايه؟ ان السبيس اوف الاتوم. يبقى هنا في السبيس نوت نير او كلوز تو الايه؟ تو النيوكلس او ان فرونت اوف النيوكلس، لا هي قدام النيوكلس ولا هي قريبه من النيوكلس. سؤالك اللي بعده الاوبوزيت فيجر الستريتس فولينج اوف ال 3 الفا بارتيكل اون الجولد فويل. ادي 3 الفا بارتيكل، البارتيكل A moves toward the nucleus، يبقى ده بيتحرك toward the nucleus of the atom of the gold، دي كده قدام النيوكليس، و B moves close to nucleus، يبقى هنا كده قدام النيوكليس، وده بيتحرك قريب من النيوكليس، خلاص؟ وال C moves in the space، طب اللي بيعدي في السبيس ماله؟ هيعدي على طول، خلاص؟ طب واللي بيعدي قريب من النيوكليس هيحصل له deviated، طب واللي بيعدي قدام النيوكليس هيحصل له إيه؟ reflection. حلو كده؟ حلو. هو عايز ايه بقى؟ بيقول لك كومبليت. طب يبقى احنا عشان نكمبليت بقى نرسمها بشكل مظبوط عشان تبقى واضحه، فنقوم عاملين كده اهو، نغير الكالر حتى نخليه كده. اول واحده دي كانت قدام النيوكلس، حصل يبقى دي لما تيجي تمر ترفلكت كده او كده، اي ريفليكشن مش هيفرق. طب دي لما تيجي تمر قربت من النيوكلس هيحصل لها ديفييتد، هي هتعدي. طب والثالثه هتعدي في ستريت لاين، هو اللي قال لي المعلومات دي. خلاص كده شباب، يبقى هما دول كده الايه؟ ده الدايركشنز بتاع كل واحده فيهم. طب كومبليت الباث اوف ال 3 بارتيكل، خلاص وضح الامبورتنس بتاع يوزنج الهيوج نمبر اوف الالفا بارتيكل ان ذيس اكسبيرمنت. يعني ايه؟
يعني ان انا استخدمت هيوج نمبر من الالفا، والله خدنا عدد كبير قوي قوي من الالفا عشان نقدر نحسب النمبر والريشيو اللي حصل لها ريفليكشن، والنمبر اوف الريشيو اللي حصل لها ايه ديفيشن، فتقدر تحدد بالظبط الرقم قد ايه. خلاص كده يبقى ده عشان ايه يا مستر؟ عشان ونشوف برضو النمبر اللي هيحصل له ايه، اللي هيحصل له بينتريتنج. يبقى انت كده جمعت ايه، جمعت كل حاجه. كل ما كانت الكميه كبيره كل ما الارقام ديت هيبقى سهل الايه، سهل الحسابات بتاعتهم، وتقدر تطلع لك يعني تبقى متاكد جدا من الريزلت بتاعتك اللي هتطلع. يلا بينا اخر سؤال عندنا يا مستر. بيقول لك بقى ايه، بيقول لك اول سؤال: which of the following facts doesn't match Dalton atomic model؟ مين في دول مش ماتشنج مع دالتون؟ طيب الماس بتاعت الاتوم وفي الكبر اتوم، the mass of each atom of the cover atom equal قد ايه؟ والله الكبر اتوم سي، خلاص ليه ايه؟ الكبر ليه ماس، ادي الكبر سي، الماس بتاعته بكام؟ 63.5. طيب كل اتوم من الكبر ما هي ليها نفس الماس؟ مش هو قال ان الاليمنت الماس اوف الاتوم بتاعت الاليمنت ار سيميلر؟ اه ذا سيم اليمنت يبقى سيميلر، يبقى زي بعض. اه يبقى دي مظبوطه، مظبوطه تختار. لا طب الحاجه الثانيه، الماس بتاعت الايرن اتوم ديفر عن الماس بتاعت الكبر؟ اه ده اليمنت وده اذر اليمنت، الاثنين مختلفين، مختلفين، اذا هي ديفر، ديفر اه صح، يبقى مش هنختار. طب هل اليورانيوم 285 نيوكليس اندرجوز فيشن؟ فيشن يعني انشطار، فورمينج ليد، يعني اليورانيوم يحصل له؟ لا ما ينفعش. ليه؟ لان هو قال ان هي مالها يا مستر؟ قال ان هي سوليد، بعدها قال ايه؟ ان ديفيزيبل. حصل ولا ما حصلش؟ هتقول لي حصل. طب طالما هي حاجه سوليد انديفيزيبل، ينفع بقى انا كسوليد انديفيزيبل يا مستر، انديفيزيبل غير قابله للانقسام، ان انا اعمل لها فيشن واخليها تنقسم؟ لا، يبقى هي دي اللي مش ماتش. ليه؟ الهيدروجين موليكيول كومبوزد من تو اتومز، ايوه ده اليمنت بيتكون من اتنين اتوم، وهو قال ان الاليمنت كومبوزد من ايه، مور ذان وان اتوم، او الاليمنت كومبوزد من الاتومز، خلاص وبتكون صغيره، اذا يبقى ايه؟ يبقى دي كمان غلط. طيب يلا اخر سؤال عندنا، بيقول لك ايه؟ بيقول لي الاوبوزيت فيجر بي ريبريزنت البوستيوليت اوف ان اتوميك ثيوري. ده بوستيوليت لاتوميك ثيوري يا مستر ذات يو هاف ستادد. هو ديد فورميوليت دي ثيوري، هو عايز اول حاجه تقول له مين اللي فورميوليت الثيوري ديت، دي اول حاجه خالص. طيب الحاجه الثانيه يا مستر، بيقول لك ستيت ذا بوستيوليت ريبريزنتد باي ذيس فيجر، ايه هو البوستيوليت بتاع الفيجر دي؟ طب تعالى الاول نبص ايه على الاثنين دول. بص هنا بيقول لي انا عندي اكسجين وبيقول لي ماس، دي ماس الاكسجين اليمنت، يبقى انا عندي اليمنت وماس بتاعته، وهنا عندي ايه هيدروجين، ادي الاتش 2 ده اليمنت وليه ايه وليه ماس، دول تو ديفرنت اليمنت اه بديفرنت جازز اه. طب الاثنين مختلفين، عملت لهم كومباينيشن يعني هعمل ما بينهم كيميكال رياكشن، طلع لي الووتر، طلع لي الووتر ليها ايه؟ ليها ماس هي كمان. طب مين اللي قال الووتر دي عباره عن ايه؟ مش عباره عن كومباوند؟ هتقول لي حصل. طب ايه بقى؟ مين اللي اتكلم عن الكلام ده؟ هتقول لي ده ايه؟ اول حاجه اللي في فورميوليت الثيوري ديت هو عمنا مين؟ عمنا دالتون، مظبوط ولا مش مظبوط؟ مظبوط طبعا. طب الحاجه الثانيه ايه؟ دالتون فورميوليت الايه؟ القصه دي، مش هو قال ان الكومباوند كومبوزد من الكومباينيشن بتوين تو ديفرنت اليمنت؟ هتقول لي حصل، يبقى هو ده اللي انت هتيجي تعمل له ستيت اوف الكون. خلاص وبكده بفضل الله نكون خلصنا اسئله الدرس الاول كامل. شكرا، متابعه، ربنا يوفقك يا رب. سلام.